في شأن آخر عراقي، قررت منظمة اليونسكو ضم أثار مدينة بابل العراقية إلى التراث العالمي. جاء قرار ضم أثار مدينة بابل إلى التراث العالمي بحلول العام 2020 مشروطا بقيام الحكومة العراقية بإزالة كل المخلفات من المدينة، سواء المخلفات التي ارتبطت بنتائج الحرب التي استمرت بين عامي 2005 و2010 والتي طالت بعض مباني بابل بالأضرار ومخلفات الحرب ضد تنظيم داعش. أيضا يشكل هذا القرار نصرا دبلوماسيا للعراق الذي سعى طيلة السنوات الماضية إلى ضم بابل إلى التراث العالمي دون جدوى، إذ حصل القرار الذي اتخذ في العاصمة باكو على دعم كل الأعضاء في منظمة اليونسكو. وتضم مدينة بابل أعرق الآثار التاريخية في بلاد الرافدين، فالمدينة هي عاصمة المملكة البابلية الشهيرة التي تأسست في عام 1700 قبل الميلاد، وكان من أبرز سلالة حكامها حمورابي الذي أصدر أول شريعة للقوانين في التاريخ. إذن للتعليق على هذا الخبر من بغداد ينضم إلينا الآن دكتور صالح العلوي، أستاذ التاريخ السياسي بالجامعة المستنصرية. أهلا بحضرتك دكتور صالح. أهلا ومرحبا بكم. أهمية هذا القرار، إذا نحن أشرنا في سياق الخبر إلى رمزية هذا القرار دبلوماسيا وأهميته بالنسبة للعراق، أيضا لو توضح لنا الرمزية ورمزية التاريخية والأهمية لهذا القرار. لا شك أن مثل هذا القرار يعود على العراق بعدة أبواب أو على عدة مستويات. فضلا عن المستوى المعنوي والدبلوماسي، هناك فتح الأبواب أمام السياحة تاريخية آثارية ثقافية، ثم أنه رسالة للعالم بأن التراث الذي يصبح في دائرة التراث العالمي يعني أن البيئة آمنة وأن العالم يتوجه لرعاية مثل هذه الآثار التي تؤكد وتشهد على أن هذا البلد فيه عمق حضاري وثقافي، إذ أن الحضارة البابلية قبل الميلاد ب 1500 وما أكثر تشكل عمقا حضاريا ليس لهذه المنطقة بل للعالم كله، إذ كانت مصدرا ثقافيا وحضاريا، وظهرت تشريعات قانونية أبهرت العالم. ولكن السؤال، هل أن العراق في وزارة ثقافته ومؤسساته وجمعياته الساندة يستطيع أن يحافظ على هذا المنجز الثقافي التاريخي الحضاري؟ لابد أن يكون العراق بمستوى هذه المسؤولية، لأن إعطاء هذه الفرصة بعد جهد جهيد ولا شك نصر حضاري وثقافي يحتاج إلى الاهتمام بهذه الآثار الشاخصة والدالة على هذا العمق الحضاري. فهل استطاع الشعب أن يتعلم من هذه الحضارة وأن يتعلم القانون الذي شرع في بلده وأن يستقل في قراراته ويرسل رسالة سلام وأمان للعالم بأن العراق وشعبه يفتح أبوابه للعالم مستقلا وله إرادة فاعلة على صعيد تعميق الصلات بين الشعوب؟ فهو لابد أن يؤكد أنه بيئة آمنة وليست طاردة، نعم، وانه مركز اشعاع. هذا الذي هناك اشتراط يا دكتور صالح من جانب الحكومه العراقيه، او يعني للحكومه العراقيه عليها ان تقوم بازاله مخلفات الحروب والقضاء على تنظيم داعش ايضا، هل تستطيع الحكومه العراقيه القيام بهذا في الفتره القادمه؟ والله سبق وجنابك يعرف انه الاهوار وضعت في دائره التراث العالمي، ولكن بعد ذلك أهمل الكثير من هذه الجوانب. لابد
الذي يمنح منجزا عليه أن يكون بمستوى الحفاظ عليه، ليس فقط العمليات ضد داعش هي التي خربت الآثار وجعلت هناك مخلفات كثيرة، بل أن التجاوز على الأماكن التاريخية والآثارية، بناء البيوت واستغلال بعض الأماكن لبيع الآثار وبيع المتروكات التي في هذه الأرض، فضلا عن إهمال من الحكومة المحلية من أن تكون هذه المراكز الحضارية محط اهتمام وإبعاد عن الإهمال. لذلك فهي مسؤولية كبيرة، وأعتقد أن المبلغ الذي أشار إليه السيد وزير الثقافة لا يكفي إن لم تكن هناك عملا جماعيا بين المركز والإدارة المحلية للحفاظ على هذه المعالم. نعم، ولكن هل هذا القرار سيغير من يعني الطريقة الدبلوماسية أو العلاقات بين العراق وبين الدول الأخرى في الفترة القادمة دكتور صالح، أم أنه ليس له علاقة بهذه المسألة ولا وهو له علاقة فقط بالرمزية التاريخية والأهمية التراثية لهذا القرار؟ لا، بالتأكيد له اطلالات اخرى غير الجانب الدبلوماسي او الجانب الحضاري او الرمزي، انما جنابك يعرف ان اي منطقة تصبح في دائرة التأهيل او الاهتمام بالتراث العالمي تتوجه اليها الانظار من شتى البلدان، وهذا يعني ان هذه الانظار ستسأل، هذه المنطقة ستكون سياحية على المستوى الآثاري والتاريخي والثقافي، بمعنى أن أبواب السياحة ستنفتح على العراق، والسياحة تشكل بعدا تواصليا وبعدا اجتماعيا وبعدا ثقافيا. لذلك فالعراق سيرسل من خلال هذا القرار رسالة سلام واطمئنان، ويتحمل مسؤولية أن يكون دائما بيئة آمنة ويشكل محطة سلم للإقليم وللعالم. نعم، أشكرك شكرا جزيلا لحضرتك دكتور صالح العلوي أستاذ التاريخ السياسي بالجامعة المستنصرية، وشكرا موصول لحضراتكم على متابعة هذه الفقرة من الآن، ونلتقي بعد قليل.